أن اللزوم والتمسك بالسنة عصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم. هذا سائل يقول: ما حكم ولد الزنا؟ هل هو من أصحاب الجنة أو النار؟ هذا حسب العمل. أولاد الزنا وغيرهم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا عام في جميع بني آدم. من اتصف بهذه الأوصاف فهو من أهل الجنة. وما ذنبه ولد الزنا؟ ما ذنبه؟ الذنب ذنب الزاني، أما المولود هذا ما له ذنب. إذا صلح وتاب إلى الله عز وجل، إذا صلح وعمل صالحا فإنه يجازيه الله بعمله الصالح. قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذا عام يشمل كل من اتصف بهذا الوصف. نعم.